بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة الأولى في دورتنا كانت مقدمة عن البرنامج مال استاد برو، وحكينا عن البرنامج وأولياته وفرقة عن بقية البرامج، وكذلك معلومات عامة عن أهداف الدورة. وخلينا أيضا أتكلم عن البرنامج نفسه، طريقة تنصيبه وكيفية التعامل وياه. البرنامج الآن اللي عندنا هو فيرجن 6، او هم الان حق الاصطلاح على الفيرجنات سلكت سيريز يصيحوا له SS اختصارا، SS6 SS5. مثل ما هسه نروح نشوف الصفحه الرئيسيه للبرنامج، نروح للهيلب اباوت ستاد برو، راح نشوف هسه الان هذا ستاد برو V8i، قلنا هذه ثابته بكل الان الفيرجنات. الان سلكت سيريز 6، اذا هذا كانه تطوير معين رقم 6، وبعد تطوير اكثر يعني خلينا نقول تفصيل فيرجن 20.7.11.82. اذا احنا هسه هو 2015، هم احد عنده من الانترنت يعني نسخه احدث هم يجيب لنا، اذا اكو وراها طالع هم ممكن احنا نستعملها. بس انا بتقديري من تجربتي بالبرنامج انه يمكن صار سنوات من 2007 لحد الان الفروقات ما قاعد تمس شغلنا، يعني هسه قدمنا قلنا اليوزر اهم شيء، وهو شو اللي يسوي وشنو ذوقه، يعني ما قاعد تفرق يعني بصراحه. مجرد يعني خل اقولها مجرد للكشخه انه انا قاعد اشتغل على فيرجن 2015. طبعا نشكر يعني اللي سوى البرنامج انه اعطانا اياه كهديه بهذه المناسبه. زين، ولا احنا ما نهكر ابدا. زين، الان شلون يتنصب البرنامج؟ شكل جدا بسيط، عندك داخل هذا الفولدر هاي الاشياء قاعد تشوفوها هسه على الشاشه. هذا الان يعني تسوي له ران، دبل كليك عليه تسوي له ران، يبدي ينصب البرنامج. خلصت انت كله سوى اوكي، بس اكو سؤال مهم ولا هو يعني ممكن تعالج بعدين، يقول لك الوحدات شو تريد؟ بالضبط، ها اس اي اختار بالضبط اس اي يونت، لانه هو بي يعني الديفولت. راح نحكي راح نكرر هاي مصطلح ديفولت. ديفولت يعني اول اساسي، ديفولت اللي هو المعلومات التلقائيه بالبرنامج اللي انت اما تبقيها او تغيرها. راح نكرر هاي كثيره تلقائيه البرنامج. فهو ديفولت يشتغل امبيريال يونتس، لو تعرفون يعني امريكا لحد الان تدرس وتدرس وكذا كل هذا الباوند والانش لحد الان يشتغلون وينفذون. زين، كملت خلصت. طبعا هو كوريد مي هذا، شوفوا فتحته اني بالنوت باد. هذا اكو ملف هذا اسمه هذا بين في لايب الى اخره اللي يمثل الكراك. وين الملف موجود؟ بفولدر اسمه كراك. هذا انسخ الملف، سوي له كوبي وروح وديه، شوف كوبي بهاي المسارات، يعني دايركتري سي بهذا الفولدر اللي ببطنه هذا الفولدر، روح الصقه هناك. شلون؟ مثلا سان جيت الان كوبي، خذيت كوبي اوكي، اروح اجيب طبعا فاتح الملف هم مجهزه، شو يقول لي؟ وديه بالمسار سي اس برو. انا ادري مجموعه من عندكم يعني خصوصا الشباب عندهم هذه كلش سهله العمليه، لكن احنا نحكيها للتوضيح. اروح سي، فتت بالسي، نسيت خل ارجع لوين، ايش قال؟ اس برو في 8 اي. ها طبعا هو لازم بروجرام فايلز يلا يعلمونا هالشيء. اذا جيد، ها كوبي جيد، وين اروح هسه؟ بالكمبيوتر هنا سيرش كنترول في لصقته انتر سلايد تنفجر المعلومات. وين؟ المصفقة هنا أنا. كنترول في. أجي هنا. هاي. شوف. كنا خلنا شوية. هسه هذه فائدة. أبقى لا ترحون. على حسابي. إذا بيست هنا أحسن الطريقة مالتي. روح جيد جيد حلو ممتاز. فالحق يعني هاي الجملة زكاة العلم نشره فعلا، دائما العلم يزداد من تحاول نشره. اوكي وهكذا هذه كل هن المسارات اذا حلو كوبي بيست كل واحده نجي نطبعها يطلع مكان بيست نلصقها هنا كملنا اخي شيء شغل البرنامج اوكي يصير مفتوح. ما سويت هاي العمليه اللي انا قلت عليها ان تلصق ذني هنا يطلع لك 15 يوم ما ادري 20 يوم كذا يخلص يعني كنا نسوي هن اي يعني نلصق كم مره؟ 1 2 3 4 5 6 7 مرات سبع مكانات. صح بعضهم مال ساد فاونديشن يعني احنا ما راح نشتغل به، بس انت افتح البرنامج
هو هديه وجايتك بعد عليها من من بنتلي. اي نعم حاضر، انا ارفع دروب بوكس يوم ان شاء الله، وكذلك اللي عنده فلاش ممكن هسه اخلي لي. حاضر خلوا لي انا اسال الحجم نعم الفولدر هسه حاضر اشوفه. خليها انا حاضر هسه 618 ميجا. اي فاللي عنده هنا فلاش رام ممكن هسه الان انزل لكم اياه، لانه تنصيبه زين، وحتى اذا تحبون هسه تنصبوها بعد احسن قبل ما تروحون تنصيب جيد. خلينا المحاضرات في البرنامج هسه احنا دروب بوكس راح اخلي اشكال برنامج المحاضرات والافلام وهذا كله بالدروب بوكس. يعني احتاج بعد الفلاش حضرتك بعد خلي عندك تنصيب هسه هم جماعه انطوني انت تريد المحاضرات محاضرات ان شاء الله بعدني ما رافع هسه. اوكي بعد لا اكو شيء ملاحظه حتى انهي التسجيل ما عندنا ملاحظه واضح التنصيب تنصيب تنصيب واضح مو ما عندكم مشكله زين اوكي خليني اذا هذا احنا نوقف التسجيل وان شاء الله باكر نسجل المحاضره من البدايه.